مفيش حد شاف فيلم غرام في الكرنك وما انبهرش بالاستعراض الراقي والجميل اللي قدمته الفنانة العظيمة فريدة فهمي في أغنية حلاوة شمسنا وخفة ضلنا الجو عندنا ربيع طول السنة. من وقتها وبقى فيه جمهور كبير جدا للفنانة فريدة فهمي واللي بقت أيقونة فرقة رضا، وبقت أيضا واحدة من أشهر فنانات الاستعراض في عالم السينما. بالمناسبة دي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان كرمها في احتفالات المرأة المصرية والأم المثالية في عام 2022 في ذكرى ميلاد فراشة الاستعراض فريدة فهمي. نشوف التقرير اللي جاي. صاحبة موهبة فنية فريدة هي واحدة من رموز الرقص الاستعراضي في مصر وأيقونة فرقة رضا وفراشة الاستعراض المتوجة الفنانة فريدة فهمي، والذي يوافق اليوم ذكرى ميلادها. فريدة فهمي مشوارها الفني كممثلة وحصلت على الدكتوراه في الرقص الإيقاعي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت بعد ذلك واحدة من أشهر فنانات الاستعراض في عالم السينما، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022. الفنانة فريدة فهمي مؤسس مشارك لأول وأشهر فرقة استعراضية في مصر والشرق الأوسط، وهي فرقة رضا للفنون الشعبية، والتي نجحت في تحقيق المراكز الأولى في معظم المحافل والمهرجانات الدولية التي مثلت مصر خلالها. ولدت فريدة فهمي بالقاهرة، وكان والدها المهندس حسن فهمي عميداً لمعهد السينما، وهو ما شجع موهبتها الفنية للظهور. التحقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وأحبت المخرج علي رضا رغم فارق العمر بينهما، وتزوجته عام 1958. كما تزوجت شقيقتها نديدة من شقيقه محمود، وأسسوا معاً فرقة فلكلورية كمؤسسة عائلية تحت اسم فرقة رضا الاستعراضية بمساندة والدها. خاضت فريدة فهمي العديد من التجارب التمثيلية في السينما كممثلة، وكانت المشاركة الأولى من خلال فيلم فتى أحلامي، وحصلت على بطولة فيلم من سلسلة أفلام إسماعيل ياسين الشهيرة، وهو إسماعيل ياسين في البوليس الحربي عام 1958، وحققت من خلاله شهرة كبيرة. شاركت فريدة فهمي مع فرقة رضا ببطولة ثلاثة أفلام سينمائية لاقت نجاحاً جماهيرياً عريضاً، هي إجازة نصف السنة، غرام في الكرنك، وحرامي الورقة. كما طافت مختلف دول العالم ونجحت في تحقيق المراكز الأولى في معظم المحافل والمهرجانات الدولية التي مثلت مصر خلالها. قدمت فريدة فهمي أكثر من 300 استعراض عالمي أمام العديد من القادة والرؤساء وضيوف الرئيسين عبد الناصر والسادات، وعلى أهم مسارح العالم مثل مسرح الأمم المتحدة بنيويورك وقاعة ألبرت هول بلندن ومسرح الأولمبيا وغيرها. منحها الملك حسين وسام الكوكب الأردني عام 1965، وحصلت على جائزة الدولة في العلوم والفنون عام 1967، ووسام من الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة عام 1973. كذلك كرمت من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما ومهرجان أفلام فاتن حمامة ووزارة الثقافة بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسها.
تيالي كلنا بمختلف اجيالنا حافظين كويس قوي فيلم غرام في الكرنك. كنا لسه بنتكلم انا ومصطفى في الفاصل انه قد ايه الزمن ده والحقبه دي بالذات طبعا فرقه رضا كان في رقي كده غريب يا مصطفى زي ما كنا بنقول وجمال يعني ما تفهمش يعني ما شاء الله تحس ولسه حتى محتفظه هي بجمالها لغايه النهارده. انا كنت فاكر ان انا قريت حاجه على فرقه رضا انها في يوم من الايام كانت احد ادوات قوه مصر الناعمه وان فرقه استعراضيه قدرت فعلا زي ما قال التقرير تلف العالم وتبهر العالم بالفولكلور المصري في الرقص الشرقي بكل مراحله. عايز اقول لك ان لغايه النهارده كلنا بنسمع الاغنيه دي بنفتكر الاقصر والجمال المعابد والحاجات دي كلها بنربط ده بده لغايه النهارده وحتى حلاوه شمسنا الاغنيه دي لحد النهارده معلقه معانا وفي اذهان كل المصريين. ده حقيقي.